قاعدين بخيم، حالتنا تعسه، اهلي بهاي الحاله تعبان حيل. يعني انتوا المفروض انتوا يعني تحاولون تساعدونا، تبنون لنا بيوت، تنطونا قياعين، تشوفون حياتنا تعسه. مؤسسة نبض الأمل ومؤسسة تطوع معنا أطلقت مشروع، وهو مشروع مجمع الأمل. بعد ما شفنا هذه العوائل شفناها تحتاج إلى شيء اسمه بيت. هذا المجمع متبرع من أصحاب الخير،